عندما يتكلمون عن الجهاد ونريد الجهاد ولا بد من الجهاد ولا تخذل المجاهدين، أي جهاد هذا الذي يتكلمون عنه؟ جهاد يقوده أناس يقولون عن الخميني إنه إمام المسلمين عليه رحمة الله، هؤلاء يجاهد معهم؟ يقول الإمام الخميني عليه رحمة الله يترحمون على الخميني الذي قتل علماء أهل السنة، سباب الصحابة لعانهم، من يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يترحمون عليه، ثم يقول تعالوا جاهدوا تحت راية هؤلاء؟ هؤلاء يجب تصحيح عقائدهم أول شيء قبل أن يعلن الجهاد في مثل هذه الأمور. مبادرة جماعية بفعل الاحتلال سندفن فيها هذه الجثث المسجاة وأعدادها كبيرة، بعدما لم يسمح لنا أن ندفنهم حسب التنسيق وحسب العمل البروتوكول، رفض الجميع ينسق لنا الصليب الأحمر، أخذنا هذا على عاتقنا كوزارة الصحة ووزارة الأوقاف والبلديات، وتم ترقيم جميع هؤلاء المجهولي الهوية ومجهولين بسبب قصف الطائرات الإسرائيلية، تشوهوا، تغيرت ملامحهم، هناك أطفال أشلاء، فهؤلاء جميعا لابد من دفنهم وتكريمهم، ومن ثم سيبحث عنهم ضمن الإطار القانوني ضمن المقابر الجماعية. تجاهد مع أقوام يعلنون في بيعتهم أنه الجهاد في سبيل الحزب؟ هل هذا هو الجهاد في سبيل الله؟ الذين يدعون الجهاد يقولون الجهاد في سبيل الله في البيعة، أما في البيعة نبايع على أن نجاهد في سبيل الحزب؟ هذا هو الجهاد الذين يدعون إليه؟ جهاد يدعون إليه أقوام يذهبون إلى قبر الخميني يقدمون الوردة له، هل هذا هو الجهاد؟ هل هؤلاء مستعدون للجهاد؟ هل هؤلاء صادقون مع الله تبارك وتعالى في انتمائهم لهذا الدين؟ أو انحرافهم عن هذا الدين؟ القضية وما فيها أننا إذا أردنا أن نجاهد لابد أن نطرق الباب طرقا صحيحا، وأن ندخل من الباب الصحيح، وأن نسلك الطريق المستقيم. فالقصد أن إنسان إذا أعلن الجهاد لابد أن يكون مستعدا إيمانيا عقديا قبل أن يدخل في غمار هذا الجهاد الذي يدعون إليه.